ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024، وتم تحديد الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023-2024، وبدأ العام الدراسي 30 سبتمبر وهينتهي في يونيو 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقاً لطبيعة الدراسة في كل كلية. النهاردة هيشهد مسرح قصر ثقافة رود الفرج الساعة 7 بالليل انطلاق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 30، دورة الكاتب الكبير أبو العيلة السلموني، وهتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار أسبوعين بمسرح القصر وحتى 15 أكتوبر الجاي. هيقدم المهرجان 27 عرض لفرق نوادي المسرح بقصور الثقافة. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة 7 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون الساعة 5، في نفس التوقيت مباراة مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس الساعة 7:30، مباراة قمة الجولة اللي هتجمع بين توتنهام وليفربول. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، هتجمع بين فريق الزمالك وأرتا سولر الساعة 7 بالليل.